بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير والرضا على كل السادة المشاهدين. مساء الهدوء وعدم التدخل في شؤون الغير. الحقيقة عندنا شرايح كتير جدا في مجتمعنا موهبتها بس في الفضول، بتجمع كل طاقتها وتركيزها انها تعرف فلان عمل ايه وفلانة هتعمل ايه، اكل النهاردة، يعني مثلا ممكن تكون راكب الميكروباص وتليفونك يرن تلاقي واحد راح رامي جزء عينين والودن اللي ناحيتك على التليفون. طب في ايه يعني؟ يدخل جوه شاشة موبايلك، بتبقى هين عليك تقول له ما تاخد ترد انت، رد. وممكن بعد ما تبدأ المكالمة وتكون مثلا بتكلم مراتك وبتقول لها ايه يا حبيبتي هتعمل لنا اكل ايه النهاردة يا روحي، قبل ما مراتك ترد تلاقي صاحبنا يقولك يا عم ما تقضيها مكرونة النهاردة مع شوية سلطة وخلاص. يا عم وانت مالك انت؟ هو انت اللي هتاكل ولا انا؟ حاجة غريبة جدا. ولا التاني بقت كارثة كده، تملي يقعد على الناصية كده ويتابع جيرانه اللي رايح واللي جاي، محمد ابن كريم جاب عربية، يا ترى جاب فلوسها منين، سحر بنت ام ابراهيم عريسها طويل وحلو وشكله متريش قوي. يا عم وانت مالك؟ انا مش عارفة ليه، يعني ليه بقينا نركز كده مع بعض قوي للدرجة دي ونسين نفسنا؟ يعني ما كل واحد يخليه في حاله يا جماعة. الله، يعني عاوز تشارك الناس شاركها بس بحب وجدعنة، مش لازم النظرات المستخبية والتدخل الغير مبرر. فلان تخن، فلان العز بان عليها، كل دي يا جماعة الحقيقة صفات مش لطيفة وسلوكيات غير صحية. طبعا ممكن بتدخلنا في ما احنا نتدخل يعني في شؤون غيرنا، يبقى بنجرح حد بنظرة او بكلمة وبنتسبب في اوجاع، والله اعلم ممكن تعمل ايه في صاحبها بعد كده. هتكسب ايه لما تجرح حد باسلوبك؟ عاوز كل واحد فيكم يراجع نفسه من تاني، ونتعلم بقى كل علاقتنا كده تبقى مبنية على الكلمة الطيبة. محدش يجرح حد، محدش يبص بصة وحشة لحد. خلوا الضحكة في وش الغير شعار حياتنا. يقولوا لك الابتسامة صدقة، السليم فينا يساعد واحد تاني تعبان حتى لو بكلمة. والله الحاجات دي يا جماعة بتفرق جدا.